مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس: إن درب الأخوة بمثابة شريان الحياة بالنسبة للبشرية. البطريرك ثيوفيلوس: نجدد البيعة لصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. مديرية أوقاف الزرقاء تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان. وفيها أيضاً: الوئام الديني رسالة ونهج، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف شفيع الميتة الصالحة، وقال: كان للمسيحيين دائماً تقوى خاصة تجاه القديس يوسف باعتباره شفيع الميتة الصالحة، وهي تقوى ولدت من الفكرة أن يوسف مات بين يدي العذراء مريم ويسوع. وقد شجع البابا بنديكتوس الخامس عشر على الممارسات التقوية لتكريم القديس يوسف. وقد يقول البعض إن هذا الكلام هو شيء من الماضي، لكن في الواقع علاقتنا بالموت ليست من الماضي، بل هي دائماً في الحاضر. تسعى ثقافة الرفاهية إلى إزالة حقيقة الموت، لكن جائحة فيروس الكورونا أعادتها إلى الواجهة بشكل مأساوي. فقد الكثير من الناس أحباءهم دون أن يكونوا قادرين على أن يكونوا بقربهم، ما جعل تقبل الموت والتعامل معه أشد وأصعب. ليس الإيمان المسيحي وسيلة لطرد الخوف من الموت، بل يساعدنا على مواجهته. ونور حقيقي الذي ينير سر الموت هو نور قيامة المسيح. وإن كنا سنموت يوماً فلا فائدة من التجميع، ما يجب أن نجمعه هو المحبة، وألا نبقى غير مبالين تجاه احتياجات الآخرين. أمام الموت نرى نحن المسيحيين أمرين: الأول هو أنه لا يمكننا أن نتجنب الموت، فنصنع كل ما هو ممكن لشفاء المريض. والأمر الثاني هو كيفية الموت والألم والمعاناة التي ترافقه. يجب أن نرافق الشخص إلى لحظة الموت، لا أن نتسبب في الموت أو نساعد على الانتحار. وهذا المبدأ الأخلاقي يطال الجميع وليس فقط المسيحيين أو المؤمنين. على صعيد آخر، دعا قداسة البابا فرانسيس إلى التضامن جميعاً مع بعضنا بعضاً، وقال في رسالة عبر الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: إن درب الأخوة طويل وصعب، لكنه بمثابة شريان الحياة بالنسبة للبشرية، مبيناً أن الأخوة هي إحدى القيم الأساسية والعالمية التي يجب أن تكون أساس العلاقات بين الشعوب. cari fratelli e sorelle, permettetemi anzitutto di salutare con affetto e stima il grande Imam Ahmed Al-Tayeb, con il quale esattamente 3 anni fa ad Abu Dhabi ho firmato il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. In questi anni abbiamo camminato come fratelli nella consapevolezza che, rispettando le nostre rispettive culture e tradizioni, siamo chiamati a costruire la fratellanza quale barriera contro l'odio, la violenza e l'ingiustizia.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato su questa strada. Sua Altezza lo Sheikh Mohammed bin Zayed per il suo costante impegno in tale direzione. L'Alto Comitato per la Fratellanza Umana per le varie iniziative promosse in diverse parti del mondo. E l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché con la risoluzione del dicembre del 2020 ha permesso di celebrare oggi la seconda giornata internazionale della fratellanza umana. E la gratitudine si estende a tutte le istituzioni civili e religiose che sostengono questa nobile causa. La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli, così che quanti soffrono o sono svantaggiati non si sentano esclusi e dimenticati, ma accolti, sostenuti, come parte dell'unica famiglia umana. Siamo fratelli. Tutti nel nostro condividere sentimenti di fratellanza, gli uni per gli altri, dobbiamo farci promotori di una cultura di pace che incoraggi sviluppo sostenibile, tolleranza, inclusione, comprensione reciproca e solidarietà. Tutti viviamo sotto lo stesso cielo, indipendentemente da dove e da come viviamo, dal colore della pelle, della religione, dal ceto sociale, dal sesso, dell'età, dalle condizioni di salute e da quelle economiche. Siamo tutti diversi, eppure tutti uguali. E questo periodo di pandemia ce lo ha dimostrato. Ripeto ancora una volta, da soli non ci si salva. Da soli non ci si salva. Viviamo tutti sullo stesso cielo e nel nome di Dio, noi che siamo sue creature, dobbiamo riconoscerci fratelli e sorelle. Come credenti e appartenenti a diverse tradizioni religiose, abbiamo un ruolo da svolgere. Qual è questo ruolo da svolgere? Aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al cielo. Alziamo gli occhi al cielo, perché chi adora Dio con cuore sincero ama anche il prossimo. La fratellanza ci induce ad aprirci al Padre di tutti e a vedere nell'altro un fratello, una sorella, a condividere la vita, a sostenerci a vicenda, ad amare e conoscere gli altri. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme, non lasciare per domani o per un futuro che non sappiamo se ci sarà. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme. Credenti e tutte le persone di buona volontà, insieme. È un giorno propizio per darsi la mano, per celebrare la nostra unità nella diversità. Unità, non uniformità, unità nella diversità. Per dire alle comunità e alle società in cui viviamo che è giunto il tempo della fratellanza. Tutti insieme, perché è fondamentale essere solidali l'uno con l'altro e per questo oggi, lo ripeto, non è tempo di indifferenza. O siamo fratelli o crolla tutto. E questo non è un'espressione meramente letteraria di tragedia. No, è la verità. O siamo fratelli o crolla tutto. Lo vediamo nelle piccole guerre, in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l'educazione. È una distruzione. O siamo fratelli o crolla tutto. Non è il tempo della dimenticanza. Ogni giorno dobbiamo ricordarci quello che Dio disse ad Abramo,
che alzando lo sguardo alle stelle del cielo avrebbe visto la promessa della sua discendenza, cioè noi. Una promessa che dunque si è realizzata anche nelle nostre vite, quella di una fraternità larga e luminosa come sono le stelle del cielo. Care sorelle, cari fratelli, caro fratello grande Iman, il percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l'ancora di salvezza per l'umanità. A tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto, contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune. Non uguali, no, fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità. Grazie a tutti coloro che operano nella convinzione che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno, perché siamo tutti creature di Dio, fratelli e sorelle. E grazie a coloro che si uniranno al nostro cammino di fratellanza. Incoraggio tutti a impegnarsi per la causa della pace e per rispondere ai problemi e ai bisogni concreti degli ultimi, dei poveri, di chi è indifeso. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, fratelli tutti, per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia, nell'armonia delle differenze e nel rispetto dell'identità di ciascuno. Sorelle e fratelli, avanti insieme su questa strada della fratellanza. Grazie. ومن جهته قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن احتفاء العالمي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد بحثاً عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل وأملاً في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن احتفاء العالم اليوم بهذه المناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد بحثاً عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل وأملاً في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته وبخاصة أزمات الأيتام والفقراء والأرامل والبؤساء والمهجرين والمنكوبين ممن قست عليهم الحياة وقسى عليهم أصحاب الثراء والجاه والقوة والنفوذ ووقعوا أسارى للمادية الحديثة بكل ما يضطرب فيها من أنانية مفرطة وتقديس للرغبات والشهوات وتأليه للإنسان ونزعاته الفردية واسمحوا لي في البداية أن أوجه تحية ممزوجة بالاحترام والإكبار لأخي الفاضل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والصديق الدائم والشجاع على درب الأخوة والسلام وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقديري البالغ للأخ الكريم الشيخ محمد بن زايد
الذي يواصل مسيرة والده الخيرة على رعايته لهذه الوثيقة. هذا وقد كتبت وثيقة الأخوة الإنسانية تحت قباب الأزهر الشريف وبين جنبات حاضرة الفاتيكان، إيماناً من الجميع بضرورة التفاهم بين المؤمنين بالأديان بل وغير المؤمنين بها من أجل التخلص من الأحكام الخاطئة والصراعات التي غالباً ما تفضي إلى إراقة الدماء وإشعال الحروب بين الناس حتى بين أبناء الدين الواحد بل المؤمنين بعقيدة واحدة. نعم، لقد ولدت هذه الوثيقة من رحم أزمات بالغة الصعوبة، وكان خروجها للعالم يشبه حلما بعيد المنال، وذلك بسبب من التحديات التي واكبت مشروع هذه الوثيقة وراهنت على عدم نجاحها وتحقيق أهدافها وتحويلها إلى واقع في حياة الناس، ولكن شاء الله أن يتحول الحلم إلى حقيقة ببركة النوايا الصادقة والجهود المخلصة والإيمان العميق بأن العباد كلهم إخوة، كما كان يقول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويردده في أعقاب صلواته، وهو نفس ما قاله وردده كل من سبقه من إخوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإخوة والأخوات، يأتي اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هذا العام، ولما يبرأ العالم بأسره من جائحة كورونا ومتحوراتها، ولعل ما يمر به العالم اليوم من نذر الخوف والهلع يدفع إلى إيقاظ الضمائر الغافلة والنفوس المتعالية، ويدعو أصحاب الأجندات الخاصة أن يفيقوا من سكراتهم ويتضامنوا مع المخلصين من قادة الشعوب وحكمائها وعقلائها من أجل إنقاذ البشرية من هذه الأزمات المتتالية التي يتراكم بعضها فوق بعض في كل ربوع المعمورة. وإني لعلى يقين من أن العالم بمختلف طوائفه وأعراقه، وبخاصة أرباب المسؤولية فيهم من صناع القرارات الدولية وعلماء الأديان وقادة الفكر والعلم والمعرفة، هذا العالم إذا اطلع بمسؤوليته فإنه قادر بإذن الله تعالى أن يتجاوز هذه الأزمات الصعبة وأن يخفف من ويلاتها وشرورها. الإخوة والأخوات، هذا طريق بدأنا السير فيه ونحن نتطلع بأحلامنا وآمالنا إلى عالم جديد بلا حروب ولا صراعات، عالم يأمن فيه الخائف ويكرم الفقير وينصر الضعيف ويقام فيه لواء العدل. وإن كنا على يقين من أن ما ننشده ليس بسهل ولا ميسور في عالم متناحر في كل قضاياه، بل ولا مقبول لدى فئات بضاعتها السلاح وتجارتها الحروب والدمار، غير أن السير في طريق السلام هو قدر المؤمنين بالله وبرسالاته مهما واجهوا من تحديات ومعوقات وعقبات. وأخيراً، أحيي أبنائي وإخوتي أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل من أجل تطبيق أهداف تلك الوثيقة السامية. هذا وإنني سأواصل بمشيئة الله تعالى وعونه مع إخوتنا قادة الأديان في الشرق والغرب ومحب الخير حول العالم، نواصل ما بدأناه من عمل في سبيل تحقيق السلام والأخوة والزمالة العالمية وإزالة كل مبررات الكراهية والتناحر والاقتتال، فما أحوجنا إلى التعارف والتعاون والتآلف
فيما بيننا لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد البشرية وتزعزع استقرارها. وفي ختام كلمتي أدعو الله العلي القدير أن يحفظ عالمنا من الشرور والفتن، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يخلصنا من هذا الوباء، وأن يشملنا جميعا بعفوه ورعايته، وأن يجمعنا على الخير دائما، إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب. على صعيد متصل، جدد غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وقال في بيان صادر: وإذ نستذكر مسيرة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه بكل معاني الفخر والاعتزاز، نجدد العهد لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المواقف الثابتة والأمين على قضايا مسيحي الأراضي المقدسة وأوقافها، ولن ننسى أن القبر المقدس رمم بأموال أردنية هاشمية، وها هي المرحلة الثانية من الترميم في كنيسة القيامة، بدأت أيضا بدعم هاشمي كريم. ودعا غبطته في ختام البيان بأن يحفظ الله الأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، وأن يبقى واحة الأمن والإطمئنان والعيش المشترك. قال أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري خلال رعايته لمؤتمر الوئام السابع الذي أقيم في نادي الشبيبة المسيحي بمدينة الزرقاء: إن الأردنيين ينظرون إلى هذه المدينة على أنها لوحة فسيفسائية تضم كافة مكونات المجتمع الأردني، وهي ميزة غالبة على الأردن الذي يحتضن كل هذه المكونات الوطنية. وتحدث في الاحتفال مندوب محافظ الزرقاء الدكتور سعود يحيى عن أهمية مد جسور المحبة والفهم الصحيح لجوهر الدين الإسلامي والدين المسيحي والقواسم المشتركة التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وأضاف إن هذه القواسم نابعة من المحبة وقبول الآخر ونبذ الإرهاب والتكفير والتطرف. من جانبها قالت رئيسة نادي الشبيبة فاتن سميرات إن مؤتمر درب الوئام جاء استكمالاً لرسالة عمان التي تدعو إلى الوسطية والتسامح والعيش المشترك. بدوره قال الأب أثناسيوس قاقيش إن تعاليم الكنيسة تدعو إلى المحبة والسلام والاحترام المتبادل، معتبراً أن محبة الوطن تنبع من التقرب إلى الله. وأجمع المتحدثون من نواب وشخصيات اعتبارية على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. بحضور الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح وكبار المسؤولين بالدولة ورجال دين مسلمين ومسيحيين، ألقى غبطة البطريرك رفائيل ساكو كلمة خلال الاحتفال الرسمي الذي أقيم في بغداد بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان. قال فيها: لقد خلق الله البشر حتى يكونوا أخوة وأخوات بعضهم لبعض ليعيشوا في فرح وسعادة، داعيا أبناء المجتمع لأن يغيروا أحكامهم ومواقفهم ويحرروا أفكارهم من الأمور التي تتعارض مع الوصاية الإلهية. وأشار غبطته إلى أن المسيحية تشدد بالأساس على المحبة والإسلام كذلك على الرحمة. ومن هنا دعا البطريرك ساكو إلى ضرورة تنقية الخطاب الديني من المعلومات المضللة وانتهاج الفكر التنويري بدل التكفير ونشر رسالة الوئام عبر الكنائس والمساجد والمعابد. بتنظيم من مجموعة رسل الرحمة الإلهية، أقامت رعية بيت لحم ساعة السجود في كنيسة القديس فرانسيس، تلاها قداس إلهي إكراما لقلب يسوع الأقدس وعلى نية المرضى والمنتقلين إلى رجاء القيامة. ترأس القداس سيادة المطران ويليام الشوملي والأب رامي عساكرية. وفي عظته تحدث المطران الشوملي عن أهمية الصدق في حياتنا انطلاقا من الإنجيل المقدس، مشيرا إلى أن يوحنا المعمدان كان صادقا بقول الحقيقة ولهذا تم قطع رأسه، ودعا سيادته لأن نكون صادقين برغم ما تحمله الحياة لنا من الألام والمصاعب. واختتم القداس بمنح بركة الأب السماوي وشركة الروح القدس للمؤمنين. بمناسبة عيد تقدمة الطفل يسوع إلى الهيكل وتجديد وعد لجنة خدام الهيكل، ترأس قدس الأب سامر مدانات بمعاونة الشماس عماد حجازين قداسا إلهيا في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة شبيهة بعمان. حضر القداس عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين.
وقد تأمل الأب مدانات في موعظته بآيات من الإنجيل والكتاب المقدس، حيث جدد بصلاته تكريس الخدام وقال لهم: إن الاقتراب من المذبح بقلوب طاهرة يتطلب منكم الاستقامة في السلوك والأمانة في الخدمة، داعين الجميع إلى المواظبة على الصلاة وخدمة الكنيسة والتسبيح لله دائما وأبدا. وفي ختام القداس الذي أحيته جوقة الرعية، تمنى الأب مدانات للمصلين دوام الصحة وشفاء المرضى، كما قدم قدسه الشكر لنورسات على نقلها لهذا الاحتفال. احنا نكرس نخبة ومجموعة من أبنائنا وبناتنا لخدمة مذبح الرب، نتعلم من القديسة حنة النبية. هذه القديسة حنة أمضت حياتها كلها في الهيكل، صائمة متعبدة مصلية ليل نهار في الهيكل تخدم الرب، فحضرت في تلك الساعة واكتشفت حضور رب القوات وملك المجد بالطريقة اللي شافها فيها سمعان الشيخ أيضا. وبعد ما شهدت هذه الساعة وحضرتها أخذت تحدث هي أيضا كل من كان ينتظر مجيء الرب، تحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر مجيء الرب أيضا. وهذا هو رسالة الإنجيل، هاي هي رسالة الإنجيل لكل واحد فينا اليوم، للي بدهم يتكرسوا للخدمة في مذبح الرب، ولكل واحد فينا، لأنه إحنا لما منيجي على الكنيسة نحن نتوجه إلى الرب، نتقدم من الرب، نأتي لنسمع ونلتقي بالرب، ولكن يجب أن نقبل الرب كما هو، زي ما هو بده منا بكل حرية، ومش كما نحن نريد. وهذا يجعلنا نتوجه إلى الآخرين، هذا ما بيخلينا بس نكون نخدم الرب في الهيكل. حن النبي ذهبت تحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر مجيء الرب، وإحنا كذلك نخدم الرب ومنيجي منلتقي مع الرب حتى نذهب بعد ذلك في نهاية القداس إلى كل من ينتظر الرب ويريد الرب ويرغب في الرب. وبحب أشكر كل من ساعدنا في تنظيم هذا الاحتفال، مسؤولين الخدام والكورال خدمة نفسهم، وكذلك اللي ساعدنا في التزيين سيستر، وأيضا نشكر محطة وقناة النورسات اللي نقلت لنا هذا الاحتفال. يعطيكم ألف عافية وألف مبروك وإلى الأمام. وجه بطاركة وساقفة الأرض المقدسة رسالة إلى قادة باقي الكنائس في المنطقة، شددوا فيها على أهمية الإصغاء والتواصل مع الجماعات المسيحية كافة. وقالت الرسالة التي حملت توقيع غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين: إنه بهذه الطريقة يمكن أن يشارك جميع الأخوة والأخوات المسيحيين في المسيرة السينودسية. وشدد غبطته في هذا السياق على أن جميع المسيحيين في الأرض المقدسة مدعوون لأن يكونوا شهوداً أمناء للرب، مذكراً بأن الله يريد من تلامذته أن يكونوا واحداً، وهذا الأمر يتطلب الإصغاء والحوار. وفي الختام ذكرت الرسالة بالصلاة التي رفعت على نية وحدة المسيحيين، سائلة الآب السماوي الذي قدم نوره للمجوس أن يقود خطوات الكنيسة كي تسير إلى جانب المسيحيين خلال هذه المسيرة السينودسية.
دير المعلقة أو ما يسميه أهل المنطقة بقصر العبد هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة بالأردن، حيث يعود تاريخ هذا المكان الذي كان يعد موئلا للمؤمنين الهاربين من الظلم إلى العصر الروماني والبيزنطي. نورسات زارت هذا المكان المقدس بمنطقة عراق الأمير وعدت التقرير التالي. في الوادي الممتد من عراق الأمير والمنحدر باتجاه منطقة الكفرين في الغور الأوسط، فقد احتار العلماء والباحثون ورجال الدين في تفسير حقيقة هذا المكان المسمى بمعلقة الدير المؤلف من ثلاثة طوابق، حيث توجد فيه حوالي 2300 فتحة لتجميع وحفظ جماجم الرهبان لجعلها نصبا تذكاريا للمؤمنين على هذه الأرض. خبير الآثار والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب وصف لنا هذا المكان فقال: عراق الأمير هنا على الجزء الجنوبي من وادي عراق الأمير، حيث المياه المتدفقة والغطاء النباتي الأخضر بأشجاره المثمرة. في هذا المكان حيث المرتفع الصخري الشاهق الذي يرتفع لأكثر من 100 متر عن مستوى سطح المياه المتدفقة عبر هذا الوادي. هذا الوادي بقصصه ورهبانه ورجال الدين فيه، والذي يمتد نزولا حتى وادي الكفرين هناك، حيث وادي حسبان ورهبانه ومؤمنيه ليلتقيا معا مع وادي الخرار موقع العماد هنالك حيث نشأت المسيحية. نعم، في هذا المكان هنا الذي يطلق عليه العامة والخاصة والكاتبين والباحثين اسم المعلقة، ويطلقون عليه أيضا اسم الدير، بل إن اسمه الحقيقي هو معلقة الدير. في هذا المكان المقطوع في الصخر الذي يتواجد هنا في هذا المحيط الديني الذي يرجع إلى العصر الروماني والعصر البيزنطي، هنا تواجدت نواة المؤمنين الأوائل، هنا عاش الرهبان الأوائل، هنا يتواجد كهف المسيح عليه السلام على بعد مئات الأمتار إلى الجنوب. في هذا المكان نشأت الحكايات الأولى والقصص والتاريخ، ونشأت الديانة المسيحية، وجاء الأنبياء والرسل إلى هذا المكان الذي كان يسمى بيرتا ويسمى بيرس ويسمى أيضا قصر العبد. في هذا المكان الذي لجأت إليه جموع المؤمنين الأوائل طلبا للطاعة وخشية لله لينشئوا النواة الأولى الديانة المسيحية. في هذا المكان الذي كان يعج بالرهبان في كل جوانب هذا الوادي كان يسمع صدى ندائهم وصدى صلواتهم ودعائهم، تلهج قلوبهم بطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك. نحن الآن في داخل هذا الكهف، في داخل هذا الدير، نحن في داخل المعلقة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، في هذا الكهف الذي لا تزيد مساحته على 50 متراً مربعا نشاهد 3 طوابق، وهذه الطوابق الثلاث تحوي تلك الحنايا الصغيرة التي نشاهدها هنا، إنها فتحات مثلثة يا لتجاوز عمقها وارتفاعها وعرضها 22 سنتيمترا، وهنالك أحجام مختلفة منها. لقد زارها عام 1881 كل من الرحالة مانتل وكوندر، وشاهدوا هذه البقايا في حالتها الأفضل، كما أن هذه الطوابق كانت مسقوفة بالأخشاب من شجر البلوط الذي يعيش في محيط هذا الكهف.
واستطاعوا وتمكنوا من أن يبلغوا الطابق الأول والطابق الثاني. ولقد تم دراسة إحصائية لعدد هذه الفتحات في هذه الجدران، فوجد أنها في هذا الكهف كله 2300 فتحة. إنه أمر غريب، إنه أمر متميز. نعم، لا يوجد شبيه لهذا الكهف لا في الأردن ولا في الشرق الأوسط ولا في العالم. لقد احتار العلماء في تفسير حقيقة هذا المكان وفي حقيقة هذه الفتحات التي شغلت بال كثير أيضا من رجال الدين. في هذه الجزئية كلها كان هدف البيزنطيين إنشاء مكتبة، بل إنشاء نصب تذكاري لكل جماجم هؤلاء الرهبان في هذا المكان. ومن وجهة نظره الخاصة كباحث أثري، يعتبر الدكتور محمد وهيب هذا الدير المعلق على حافة وادي عراق الأمير بأنه من أقدس الأماكن في الشرق الأوسط. ويبقى كهف المعلقة كهفاً متميزاً عبر التاريخ. نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والدراسات المخبرية تؤكد لنا أن هذا الكهف وما في جواره من كهوف أخرى إنما ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أي العصر الهيلينستي، ثم استمرت ملجأ للهاربين والفارين من الظلم في المناطق المجاورة وإلى الجانب الغربي من نهر الأردن، حيث كانوا يلجؤون إلى الجانب الشرقي إلى هذه المنطقة التي كانت تسمى في ذلك العصر بيرتا، أي المكان الحصين. نعم، لجأ إليها المؤمنون الأوائل فارين من الظلم ومن الملاحقة التي كان يلاحقهم إياها الجنود الرومان، وجاءوا إلى هذه المنطقة، إلى كهوف عراق الأمير، إلى كهف المعلقة. لكن هذه الكهوف بلغت أوج عظمتها خلال العصر البيزنطي، أي بعد اعتراف الدولة البيزنطية بالديانة المسيحية، أي ما يعادل القرن الرابع الميلادي. نعم، فبدأت هذه الكهوف تشهد رهبانية كثيرة ورجالا مؤمنين يلجؤون إليها ويقيمون هنا، وبدأت الكنائس تظهر عبر هذا الوادي، وكان من بينها هذا الكهف، كهف المعلقة. هذا البحث العلمي يؤكد حقائق تاريخية من أن هذه الأرض أرض مباركة، أرض للمؤمنين الأوائل التي بارك الله فيها هذا المكان، فأصبحت هبة من الله لأرض المملكة الأردنية الهاشمية. دير المعلقة هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة التي وهبها الرب لبلاد الأردن. زار المطران فينيديكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس دير القديس تيوديسيوس في قرية العبيدية لتفقد الأخوة الرهبان هناك والاطلاع على أحوال الدير الذي يقع على بعد 8 كيلومترات شرقي بيت لحم. ويعتبر هذا الدير من الأديرة التاريخية التي تجسد تواجد الرهبان منذ فجر المسيحية، وهو عبارة عن شبه قلعة مبنية على تلة تجذب الزوار للاندماج مع قداسة المكان وتراثه الديني. ويعود تاريخ دير القديس تيوديسيوس إلى الحركة الرهبانية التي انتشرت في فلسطين بين القرنين الرابع والسابع ميلادي، وقد تم بناؤه على يد القديس تيوديسيوس في عام 465 ميلادي، ويعتبر بمبناه الشامخ من أقدم الأديرة التي لا تزال مأهولة في العالم. حصل الأب الدكتور عماد علامات الأمين العام للبطريركية اللاتينية على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في العلوم الكنسية الاجتماعية من الجامعة الحبرية في روما، وذلك بعد مناقشة أطروحته مطلع الشهر الجاري، والتي كانت بعنوان قراءة لاهوتية ورعوية في الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني. بحمد الله ناقشت رسالة الدكتوراه بروما في جامعة اللاتران البابوية بتخصص تعليم الكنيسة الاجتماعي، وناقشت بالرسالة حول موضوع المواطنة في الأردن تحت عنوان مساهمة الجماعة المسيحية في الأردن في النقاش الدائر حول موضوع المواطنة المشاركة والحاضنة. وعملنا قراءة مسيحية لاهوتية للأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله،
الهدف الرئيسي من اختيار هذا الموضوع انه الكنيسة بحضورها هو حضور متجدد وحضور مساهم في تطوير المجتمعات. هيك كانت الكنيسة بالأردن وهيك هي اليوم وهيك راح تكون دائما. هاي المساهمة الأكاديمية هي لتوضيح الرؤية وتيكون في مسار أيضا واضح في العلاقة مع المجتمع ولتوضيح موضوع المواطنة من وجهة نظر مسيحية. الهوية الأردنية المسيحية والإسلامية هي هوية واحدة، ولكن المساهمات هي مساهمات متنوعة. المساهمة الخاصة في الجماعة المسيحية في الأردن هي مساهمة قيمية، هي مساهمة على مستوى المؤسسات بالتعليم بالعمل الإنساني، مساهمة واضحة في مجال تعزيز القيم عند الشباب وانخراطهم في المجتمع أكثر. الأردن تميز في السنوات الأخيرة ولكن بتاريخه الحديث في قضية استقبال اللاجئين، وبطريقة واضحة بالسنوات الأخيرة كان في تعاون بين الكنيسة والدولة في مجال خلينا نحكي استقبال اللاجئين وقضية نشر قيم التضامن مع الإخوة الضيوف في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الجانب الإنساني القيمي خلق عند الشعب الأردني حساسية إيجابية تجاه القضايا الإنسانية، وهذا ما يشكل مواطنته. مواطنته هو ليس فقط وقوفه أمام القانون بحقوق وواجبات، ولكن هي مساهمة قيمية أيضا. إذن المشاركة الحقيقية في تطور المجتمع والقراءة الحقيقية للسياسة الأردنية من وجهة نظر مسيحية هو في قلب وفي صلب رسالة الدكتوراه اللي قدمتها، واللي بتمنى إنها تكون عامل مساعد في خدمة كنيستنا، في خدمة وطننا، في خدمة شبابنا للمستقبل برؤية مسيحية واثقة غير منعزلة، رؤية مسيحية مستعدة للخدمة، وحضور مسيحي كالنور وفي المجتمع وكملح ايضا اللي بيعطي طعم للمأكولات، ولكن حضورنا هو ايضا ملح وخميرة اللي حضورها الخفي والبسيط ولكنه حضور فاعل. إذن الحضور، المشاركة، القيم هي في صلب مواطنتنا، وإحنا كنا مشاركين في الماضي واليوم مشاركين وسنبقى مشاركين بأشكال وبطرق جديدة، وبتمنى أنه كل يكون في خدمة ربنا وفي خدمة الكنيسة وفي خدمة مجتمعنا الأردني ووطننا الحبيب. وبهذه المناسبة يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين بأسم آيات التهاني والتبريكات إلى الأب علامات، متمنين له المزيد من التقدم والازدهار في إنجازه العلمي والتوفيق والسداد في خدمة الكنيسة والرعية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة سمعان حلقة خاصة ومميزة بعنوان الوئام الديني رسالة ونهج، وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب نبيل حداد والشيخ حمدي مراد من مركز التعايش الديني، حيث تحدث الضيفان عن معنى الوئام الذي يجعل الناس جميعا يعيشون بأمان في حياتهم، مشيدين بحالة الانسجام المتميزة التي يعيشها المجتمع الأردني بكل أطيافه. فإلى هناك اعتمد أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي اقترحه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الأمم المتحدة عام 2010، والهدف لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف. وتبنت الجمعية العامة ذلك الاقتراح فاعتمدته في قرارها 65/5 معلنة الاحتفال بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير في قرارها بوصفه أسبوعا عالميا للوئام بين الأديان، ودعت الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني إلى الاحتفاء به بمختلف البرامج والمبادرات التي من شأنها
تعزيز غايات ذلك الهدف. وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم، واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف أتباع الأديان ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس. تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم. فأبونا، هذه المقدمة لأنه نسألك السؤال أنت وسمحت الشيخ بشكل مختصر، يعني الفكرة من وراء مشروع القرار هذا واللي أطلقه جلالة الملك في الجمعية العمومية وتحديدا في 23 أيلول 2010. ندعو لرب الأكوان، لإله السلام، أن يعم السلام والحب والوئام بين كل شعوب الأرض وبين الناس وفي مجتمعنا. واليوم الثامن من شباط احنا لم نودع أسبوع العالمي للوئام بين الأديان، مع أنه أسبوع لم نودعه، بل أنا أرى دوما في الثامن من شباط هو محطة بدنا نكتنز كل ما تعلمناه في هذا الأسبوع حتى نعيشه على مدار العام، لأن الوئام ليس أسبوعا في السنة، ولكنه كما قلنا هو رسالة وهو نهج أسلوب حياة. لهذا نحن أخي سماحة الدكتور حمدي وأنا نأتي إلى هنا لأننا نؤمن أن هذا المنبر الكريم هذا منبر يخاطب الناس ويوصل رسالة. نحن نتحدث عن أسبوع العالمي للوئام، هذه مبادرة قلنا عنها دوما أنها ولدت في الأردن، صنع في الأردن هذا الأسبوع، ولكن قدم هذا المنتج إلى الأمم المتحدة، واقترح صاحب المبادرة جلالة الملك ملك الوئام، اقترح على الأمم المتحدة وقبلته هذه الأمم المتحدة. من وين إجا؟ هذه المبادرة الثالثة الهاشمية الثالثة. فاتحة المبادرات الهاشمية هي رسالة عمان، نعم، التي صدرت عام 2004. نعم. قبل 2004 ايش صار؟ 2001 فوجئ العالم بانفجار، انفجار فكري وإنساني وأمني وإرهابي. هذا الانفجار اللي رأيناه في نيويورك في الأمم المتحدة، نعم، في 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 الولايات المتحدة، واللي سمي الحادي عشر من سبتمبر، صار تاريخ قبل ما بعد وما بعد 11 سبتمبر. الأردن حريص دوما، الأردن يؤمن برسالة الوئام، بمفهوم الوئام، بقيمة الوئام، والأردن أخذ هذا الدور لأنه أول ضحية للإرهاب لم تكن أمريكا، أول ضحية للإرهاب كان هذا الأردن. اختطفت طائرات، فجرت طائرات، صرنا إحنا بالأردن نحارب هذا الإرهاب عندما كان أسبابه وألوانه وأشكاله مختلفة. تحول الإرهاب وأخذ شكل ديني بالـ2001 11 سبتمبر، ووضع الإسلام في 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 جهة ووضع الغرب في جهة أخرى. كان على أهل هذه المنطقة العرب المسلمين المسيحيين، وبالذات إحنا المسيحيين المشرقيين، كان علينا دور أن نوضح صورة أنه مش كل الغرب غلط ولا كل المسلمين غلط، ولكن
ينبغي أن نعمل جنبا إلى جنب. فجاءت رسالة عمان بعد 3 سنوات من هذه الحادثة اللي هي وثيقة تقدم الإسلام للآخرين وتدعو باعتدال ووسطية إلى نبذ كل أشكال الإرهاب وترفضه. نحن في القرن 21 كما تفضل الحبيب والتوأم أخي الأب نبيل حداد، ونحن أمام هذا العنوان وهذه الشاشة المباركة من خالقنا وربنا الله سبحانه وتعالى. نقول في هذا اليوم من نهايات هذا الأسبوع التي عانقته الأمم المتحدة بشغف، شغف لما سمعت نداء يخاطب كل إنسان وألغت كل الحواجز وفتحت كل الأبواب منطلقة من عمان ومن لسان قائد هذا الوطن الهاشمي العربي الذي يؤمن بهذا الإسلام على حقيقته أنه رحمة للعالمين، وأن القلوب والأرواح تسمو بلقاء كل أخ في هذا الكون مسلما مسيحيا كتابيا حيث كان، ومن يعتقد بما يعتقد وكيف يعتقد وكيف يترجم هذا الاعتقاد ما دام لا يمس دم أخيه هذا الإنسان وكرامة أخيه هذا الإنسان، وبعيدا عن أي كراهية أو عنصرية أو تنازع يشكل عنفا. الله ما أراده للإنسان إلا حبا مهما كانت علاقة هذا الإنسان في البعد العقدي، فإنما يأتي البعد الإنساني ليقول أنت إنسان وأنا إنسان فقد تساوينا في إنسانيتي. في بعد الاعتقاد لنا حرية ذلك، وربنا قال في القرآن الكريم لا إكراه في الدين. في المعتقد ما في إكراه، لأن المعتقد هو نتاج ما يحرك القلب هذا الإنسان جوارحه فيما اعتقد. ما دامت ببعد السلام حيث كانت هذه المعتقدات دون أن ندخل في تقييمها ولا الحكم عليها إلا من خلال مخرجاتها، إذا كانت تقوم على المحبة وحب الإنسان لأخيه الإنسان فنعانقها حيث كان امتداد هذه الروح في أبعاد كينونتها العقدية وترجمان ذلك في سلوكها التعبدي. هلا انعكاس ذلك على العلاقة مع الإنسان، أنا انطلقت من المسجد ما رأني أحد كيف صليت وكيف ركعت وكيف سجدت وماذا دعوت، وكذلك أخي الأب نبيل في كنيسته صلى وتوجه إلى الله ودعا إلى آخره، وذلك الذي انزوى في زاوية يعني مثلا تعاليم مقدسة عنده مارسها حيث كانت كيف كانت. إذا خرجنا كلنا من مساجدنا ومعابدنا وكنائسنا والتقينا على روح المحبة فقد أنتجت هذه المعتقدات ما أراد الله لهذه الأسرة الإنسانية أن تكون عليه من محبة ووئام ولقاء وسلام، وحينئذ يعني تتحقق الرسالة الأصل وإن تفرعت في أساليب عطائها، لا أعني اعتقادها ولكن توحدت في عطائها نحو حب الإنسان لأخيه الإنسان. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: إن درب الأخوة بمثابة شريان الحياة بالنسبة للبشرية. البطريرك ثيوفيلوس: نجدد البيعة لصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم ودمتم بخير.